جلالة سيدنا يتفقد الموقع ويتفقد المخزون الاستراتيجي لحتى نقدر نتمكن من التغلب على أي مشكلة ممكن أنها تواجهنا في توريد المشتقات النفطية. اليوم الحمد لله لا يوجد أي مشكلة، اليوم استيراد المشتقات والنفط الخام يتم بطريقة طبيعية، سواء من خلال ميناء العقبة أو من خلال توريد النفط العراقي عبر البر. اليوم أيضا جلالة سيدنا وجهنا لتعزيز المخزون الاستراتيجي وزيادته في المملكة. هذه المنطقة تخدم مناطق الوسط ومناطق الشمال وأيضا مناطق الجنوب، لكن يوجد في المملكة مرافق أخرى لتأمين المخزون لمناطق الجنوب وأيضا في منطقة الزرقاء في منطقة مصفات البترول. ونستمر في قطاع الطاقة في تعزيز المخزون الاستراتيجي والسعات التخزينية، سواء في وسط المملكة أو في جنوب المملكة أو حتى في المطارات في المملكة، وهذا جزء من الخطة الاستراتيجية اللي بيسعى إلها قطاع الطاقة.